بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الذين لا يرجون من الله خيرا، واتبعوا هواهم، واتبعوا طريق الشياطين وطريق الغي. المهم، ربما فهمتم أو ستفهمون لماذا هذه المقدمة. إنها من أجل أمثال هؤلاء الذين ما زالوا يؤمنون بالخرافات، الذين يتكاسلون، فمثلهم كمثل الذي طلب أن يموت ساجدا وهو لا يصلي أصلا. هذا الكائن الذي ما زال الشعر ينتظر البزوغ في وجهه، يلا زغيبة إبليس، يقول إن محرز هرب من الترقية، لذلك لم يسجل أي هدف. ومع الأسف اشترطوا عليه أن يذكر اسم المخزن أو أن يذكر المخزن إن هو أراد أن يظهر في قناة الصرف أو في قناتهم الصرف الصحية، قناة بخرارب. اسمعوا. أنظمة سياسية مثل نظام المخزن هو إما مثل هذه لازم المنتخب الوطني لازم له راقي، كان معاه راقي من قبل رحمه الله تعالى، كان يرقي معاهم، وحاليا لازم أنه تكون المرمى فارغة يتريها ما تماركاش غريب تخرج. يعني محرز مثلا يسجل في كل مباريات يلحق لك قضية، هرب. وليغير من الوجوه القذرة، جاءوا بكائن آخر لواسيهم بدورهم. من الأحسن أن نستمع إليه. مهزلة كبيرة بحرمان رياض محرز من التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية. سيد جمال مسعودان، راح نبدأ معاك لأنك شفتك من قبيل تتحدث بحسرة على ما يحدث للجزائر على مستوى الهيئة القارية. ليجيبه أحد المحللين بما لا يرضيه. وقال المحلل: لماذا نلتجئ أو نلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكي نشتكي ونشتم الناس؟ اسمعوا. نلقاو دوك حنا لي دي بلاطو تيليفزيون ولا لي جورنو ولا لي ريزو سوسيو، نبداو نبقاو غير نهضرو سون ريان فار بور لا كاف. نوضح فكرتي. انا راني زدت هذا الشتم والسب وامورات من هنا، وكاننا حتى وتكلمنا على لاكشا هذا وقلنا باللي هو اللي راهو مهيمن على لاكاف، هاو مهيمن وداو هاو كا ومهيمن عليهم. بصح انا نقولوا في اقوال، راني نشوف البلاطوات وساعات حتى من رسميين وامور يقولوا باللي فيها الرشوه وفيها الاشياء غير اخلاقيه وفيها الاشياء اكثر في مكتب في لاكشا ومكتب في اعضاء اللي راهم في الكاف. وحتى لا اطيل عليكم، سالخص كلام هذا المحلل لانه تكلم في كثير من المواضيع كلها قدحا في إعلام الشر الجزائري، وذكرهم بما يلي: مع من ستقفون غدا في الكاف وأنتم تشتمونهم وتتهمونهم بالرشاوي وما إلى ذلك؟ أتظنون أن هؤلاء لا يسجلون كل ما تقولونه عنهم؟ هم أيضا لهم شرفهم، وهذا الكلام لا يشرف الجزائر. مهما راح تخدم أنت غدوة، أنت كي تحب تروح للكاف وتحب تسترجع النفوذ اللي كانت عند الجزائر ما بين قوسين، على اعتبرنا أنه في وقت من الأوقات كان تخدم مع نفس الأعضاء، تخدم مع نفس الأعضاء وكانت أشخاص محتاجين، وعلى بالك بلي شي ديزافريكا وهم يزوم قافلير دو بو، على بالك على قضية لا دينيتي تاعهم وشرفهم وأمور من هنا. مهما واش كاين أشياء تعرف ولا توقع، هذه كنعرفوها كل. وتدخل مقدم برنامجي من المقيت مرة أخرى وبدأ يفضح فيما وقع لهم مع موتسيبي بدون شعور. الرشوة. لكن المحلل قطعه وقال: له إني ما أزال أنتظر منك الدليل الذي تكلمت عنه. لكنه تمتم وتهرب وأنكر أنه لم يتكلم عن الدليل. ونتفادى هذا الكلام على أساس أن الناس راهم حاكمين عليهم فيديوهات وراهم داو الرشاوي وراهم كذا منه، لأنك تهدر راك تقيس في ناس، راك تقيس في أمورات، راك تقيس في أعضاء الكاف، وهذا كلام لا يشرفنا احنا الجزائر. يرد عليه المحلل: لا تتكلم عن مثل هذه التبريرات وعن أمور لا دليل لكم عليها، وما يقوله لكم الإعلام. إذا لم تكن هناك حجة ثابتة فلا تسوقوا لمثل هذه الأشياء. سيبي رئيس الكاف جاء إلى الجزائر خلال الشهر، وجاء قبل الشهر، وجاء بعد الشهر، ضم مرتين إلى الجزائر في خلال العهدة تاعو. استقبل حتى من طرف رئيس الجمهورية الرجل الأول في الدولة الجزائرية، حدث بالخير عن الجزائر، قال بأنه هذا البلد لديه الآن ملاعب عالمية إلى آخره. يعني انت انا استنف الدليل تاع الكاسيتات ومن عليك، قلت لي كاين بالدليل. لا ما قلتش دليل، قلت لك حقيقة مرة. يعني هذا انا لا وافق
اخي سي عبد النور، انا سامحني هذاك لان اروج لهذا، انا نحوس نكون فعليين افيكاس، تعرف شلون افيكاس، باسكو هذا 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 التبريرات هذه مسموح كل فيدراسيون تجي ديرنا هذا النوع. انا لا اتهم، اسمعني، مادام ما عنديش انا اون بروف بالبابل تاع انسان انايا تقاس هذا من طريقه اخلاقيه والله ولا ندير له ولا عملت له، انا اعلي اعي اعي، هذه قلتها لك الافريقاني، قلتها لك عندهم هما ثاني الشرف وعندهم لا دينيتي ويحترموا الفجر، كي يسمع لي زاجيني كذا ملي كانهم ياكيزيو فيهم بلي هذا اللي خرج على خيرهم كي شو راه نديرهم كونديسيون دو كارد وامورات من هنا، لا حنا نحترم هذا الناس حنا. وجاء مسيلمة لا يعرف ماذا يقول إلا أنه قال حتى جيراننا المغاربة كانوا يقولون نفس الشيء على روراوة. أقول له وحتى وإن قالوها أظن أنهم لم يسبق لهم أو لم يسبق لأحد منهم أن شتمه، وأتحداك أن تأتيني بدليل. سبسيخ نفس الشيء كانوا يتكلموا به الجيران المغاربة نهار اللي كان روراوة في البلاطوات، روراوة دار النار، روراوة روراوة يدير كذا، روراوة كذا، روراوة حاكم كاع العقاف، روراوة روراوة، معليش حفظوا الدرس خدمة. وبعدما أنزلت الفيفا قضاءها في وقت سابق على اتحادية الجزائر التي بكت وتباكت ونددت وصرخت واتهمت القجع بأنه هو من حرضها آنذاك، جاء قضاء الفيفا مرة أخرى نازلا على لاعب جزائري هو الآخر بعد شكاية الأهلي السعودي ضده، وبكى إعلام الشر وتباكى، فمنهم من تكلم عن بليلي بخبت، ومنهم من قال عنه لا تتكلموا عن بليلي وكأنه مرادنا، ومنهم من قال كان بليلي، ونحن نعرف مكانة فعل كان في الإعراب، لأن هذا القوم دائما يعيشون في الماضي الناقص كسنة 1963 مثلا. ورغم كل هذا وذاك الحمد لله لم يتهم الأسد المغربي السيد لقجع حتى الآن، أقول حتى الآن. أنا ولي البليلي هذه والله جامي شفتها، جامي شفت لاعب تاع الفريق الوطني من الثمانينات الآن، هذا لا بيبليسيتي بزاف، ما تردوناش بليلي هذا بليك مارادونا، لاعب ممتاز داكور. لا فيدراسيون انترناسيونال تحمي اللاعب وتحمي المدرب وتحمي النادي. نعطيك معلومة مثلا، اليوم جاسبير كو الولد هذا جا على بالهم، جاسبير كو الولد هذا جا على بالهم. يوسف بليلي عنده ديسيزيون نهائية تاع الأهلي جدة اللي سالوا لواحد 400 ولا 450 ميل دولار، واحد 7 ملايين بالدراهم، مانيش شايف لو مونطون، وعنده حتى اليوم 28 ديسمبر الجاري. يعني 14 يوم لو ما يخلصش باسكو الاهلي ربحوه واستأنف في النهايه حكم نهائي وصل لا فيدراسيون دوبي بتات اون سيمان وتبلغ للمولوديه، والمولوديه لازم يخلى يعني بليلي بيان سور باش يخلى الجوار تاعهم. لو بليلي فوت لو 28 ديسمبر وما يخلصش الدراهم اللي عليه تاع اهلي جده ممكن انه يتعرض لعقوبه الايقاف قد تصل الى سنتين. راح تولي بالامر قد تصل الى سنتين. واليوم كيقول المعلومه كيقول لك يكره المولوديه، شو الناس اللي ما عندهمش يكره المولوديه شو هذا ولا فيفا. انا نبلغك واش دارت لفيفا صحيح، ومن بعد ما يبدا كي ما يخلصش روحوا شوفوا ضربوا مع رفيق واحد واحد ضربوا مع لفيفا. لفيفا ما عندهاش هذه الشعبويه سدنا الغاشي وتكرهوا المولوديه، ما عندهاش هذه لفيفا، هما الناس سي لا كونسوماسيون لوكال. يمكن لكم تشوفوا مع السي القجع باش يفك لكم المشكل اذا بغيتوا، ولا نهضر دابا نهضر لكم معاه صافي، انا نعيط لكم في التليفون.